برضاش أنضرب بالمدرسة لأنه ممنوع يعني. أنا برضاش أنضرب في المدرسة لأنه ممنوع، في طريقة غير بس الأستاذ يضربنا ممنوع هذا. مش مزبوط هذا الحكي، مش مقبول إنه يتم ضرب في المدارس. وأول شيء هذا غير مقبول، وثاني شيء الضرب ما بيعلم، الضرب ما بيعلم. ثالث شيء قانونيا ممنوع الضرب في المدارس، مش مزبوط يعني في هذا الحكي. ودائما طريقة الدبلوماسية هي اللي بتمشي مع الطالب يعني. أنا ضد الموضوع الضرب هذا، ومش مش منطق يعني الضرب، مش كل شيء بالضرب. الضرب مش من حق المعلمة، وهو ما بجيب نتيجة مع الطلاب، الحسن بجيب أكثر نتائج. الضرب في المدارس موضوع هام جدا، هو قديم لكن ظهر جديد بالفترة الأخيرة في محافظة طول كرم. مش بس الضرب، كمان إنه الكلمات البذيئة اللي بيستخدموها الأساتذة مع الطلاب كثير يعني بتأثر سلبا على الطالب دروسه، وحتى إنه يعني ببطل إنه بده يروح على المدرسة يعني بسبب الكلمات والضرب الموجود في المدارس من قبل الأساتذة. المطلوب إنه لازم يكون في هناك قوانين من التربية إنه عدم استخدام هاي الألفاظ أو الضرب للطلاب. بالنسبة لرأيي أنا الشخصي للضرب في المدارس، أول إشي هو المدرسة هي للتعليم وبناء مستقبل يعني، وبناء جيل جديد. أنا أرفض قضية الضرب وخاصة في المرحلة الأساسية الأولى، لأنهم هذولا رايحين على المدرسة على مستقبل جديد ما بيعرفوه، غريب عليهم. إحنا كمدرسين أو هم كمدرسين لازم يعطوهم، يحببوهم في هاي المدرسة ويحببوهم في التعليم والتدريس. هسا إذا حصل إنه الطالب تجاوز الحدود الأدب داخل المدرسة، في أساليب ثانية ممكن إننا نلجأ لها. في عندك أنت مرشد، في عندك مدير، في عندك تربية، في عندك ولي الأمر. يعني بإمكانك أنك كمدرس ترجع لولي أمر الطالب تبلغه أنه ابنك تجاوز الحدود الأدب في المدرسة. في حال أنه الأهل كمان اتمادوا وما أعطوا حل وما حاولوا أنهم صححوا الخطأ اللي وقع فيه ابنهم، ساعتها بصير حل بطريقة ثانية يعني. والتربية بتوقع عندها حلول كثيرة، وحريصة التربية والتعليم أنه التربية والمدارس تكون بأفضل حالة وأفضل وضع. الضرب بالمدارس شيء طبيعي، أنه يعني تجاوز للقانون، لأنه مستحيل أنه حدا يجي يمد إيده على يعني ولد أو بنت سواء شو ما كان. يعني ممنوع، ممنوع نهائيا، لأنه صارت أكثر من مرة، بس أنه صارت مشاكل مع الأهل والمدارس. يعني بتعرف في كثير منهم يعني عندهم واسطات، يعني بصير كثير مشاكل. بعدين هم أصلا هم منعوا الضرب، لأنه أكثر من مرة يعني أستاذ أو حدا يضرب طفل أو ولد أو بنت ما يتحملوش، يعني يصيبهم مثلا أغماء أو يعني يوقع. بالنسبة لموضوع ضرب الطلاب في المدارس، عادي تقول مما سببت العقد النفسية عند الطلاب، مما سببت التخلف الرجعي عند الطلاب، مما أثرت عليهم إنه بطل يرغب المادة أو بطل يرغب التدريس.